هذا يسأل عن عبارة، عن عبارة قالها بعض الناس قديما. أهل الضلال يقولون طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا غلط، عكس الصحيح. الصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم. وهؤلاء الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، هذا تناقض، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، ولا تحصل السلامة مع الجهل. فهؤلاء يجهلون السلف ويزعمون أن الخلف أعلم منهم، وهذا غلط، بل السلف أسلم وأعلم وأحكم. ومن كان من الخلف، من كان من الخلف على طريقة السلف فحكمه حكمهم، أما من خالفهم فهو من أهل الضلال. نعم.